أمضي ودربي ساطع تشدو به الآمال في وجداني. خريج أرنو إلى درب العلا بعزائم الأقدام والإيمان. أني قطعت العهد عن أرقى السماء أزهو وروح الجد في شراييني. وجب أن تقولوا كلمتكم، ووجب علينا أن نستمع إليكم، فما كان هذا الحفل لولا إبداعكم وإصراركم. يا من بذلتم كل الجهد ووضعتم نصب أعينكم هدف النجاح والتفوق، فسطرتم لنا أسماء آيات العز والفخار، ورفعتم اسم الجنوب عاليا في سماء الوطن. أترككم الآن مع كلمة الخريجين يلقيها علينا أحد ملوك هذا الصرح، الطالب أحمد أنيس المحاريق من مدرسة ذكور السموع الثانوية والحاصل على المركز الأول على الوطن مكرر، فليتفضل مشكورا. أدعو رمزي فبيات الأول على الوطن ورند الدراويش للوقوف إلى جانب المتحدث أحمد أنيس. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. الحمد لله موصولا كما وجبا، فهو الذي برداء العزة احتجبا. والشكر لله في بدء ومختتم، فالله أكرم من أعطى ومن وهبا. الحمد لله أقصى مبلغ الحمد، والشكر لله من قبل ومن بعد. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، الحضور الكريم كل باسمه ولقبه وكنيته التي يحب، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي سروري وعظيم امتناني أن أحدثكم اليوم نيابة عن إخوة المتفوقين والمتفوقات في هذه القلعة الشامخة، مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل. أبدأ كلمتي بالترحم على من هم أشرف منا جميعا، شهداؤنا الأبرار، وكان آخرهم ابن بلدة السموع الشهيد الطالب محمد فريد الزعارير، فالرحمة إلى أرواحهم الطاهرة. وأحيي من هنا أسودنا الرابطة خلف القضبان، والذين نستمد العزيمة والتحدي من إصرارهم وإرادتهم، الذين وهبونا أعمارهم لنعيش أحرارا في وطن حر، وإن فجر الحرية لا محالة آت. أقف اليوم هنا، أقف أمامكم وقد اتسعت العاطفة فضاقت العبارة. فرح وفخر، صبر وجلد، مثابرة وجد واجتهاد، وشكر وعرفان. فخر كبير بما حصدناه من نتائج عالية ترفع اسم مديريتنا ليحلق عاليا في سماء الوطن الحبيب. وما كان هذا ليكون لولا جهود من أيقنوا أن الحفرة الكبيرة لا تجتاز بقفزتين، وأن من أراد العمل لا يعدم الوسيلة. نقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة، نحن أحوج ما نكون فيها إلى العلم، سلاحنا الأسمى وسبيلنا إلى بناء وطن ساع إلى حريته بعزيمة أبنائه. ها نحن اليوم وبعد توفيق الله تعالى ومساندة أهلنا ومعلمينا ومدارسنا وبرعاية كبيرة من مديريتنا استطعنا أن نصل. تعلمنا أن التفوق ليس وليد صدفة ولا أمنيات عابرة، من أراد الهدف سعى له سعيه، وبقدر الإرادة والجهد يتحقق التميز. زملائي الطلبة، ها هي الحياة تفتح ذراعيها لنا بما فيها، فسيروا بكل جد واجتهاد وحددوا هدف الأسمى، فإن الطريق طويل
ولكن التاريخ لا يسطره إلا العظماء. ومن على هذا المنبر أتقدم بالشكر الجزيل لمديرية التربية والتعليم جنوب الخليل على التفاني والتحديات التي يواجهونها يومياً لضمان تقديم أفضل التجارب التعليمية لطلابهم. إن جهودكم المخلصة تؤكد أن التعليم هو ركيزة أساسية لنجاح المجتمع وتقدمه. من خلال عملكم الدؤوب ورؤيتكم النيرة أنتم تلهمون الطلاب والمعلمين على حد سواء، ومن خلال توفير بيئة تعليمية مناسبة ومحفزة تساهمون في بناء جيل متميز يمتلك المعرفة والقيم الإنسانية الرفيعة. أتمنى لكم مديرية الشامخة دوام التقدم والنجاح، وأن تستمروا في إثراء المجتمع بعطائكم الجميل وتحقيق الأهداف النبيلة التي تسعون إليها. فشكرا لكم على جهودكم الرائعة، ودمتم رمزا للنجاح والتفوق. ومن هنا أود أن أعبر عن أعمق الشكر والامتنان لمدارسنا ومعلمينا على الجهود المبذولة والعطاء اللامتناهي الذي يقدمونه في مجال التعليم، فإن عملكم الدؤوب والمخلص يساهم في بناء المستقبل وتشكيل أجيال متعلمة وواعية، فأنتم الشمعة التي تضيء دروب العلم والمعرفة، ولقد أثبتتم مرارا وتكرارا أنكم الأبطال الذين يحدثون فرقا حقيقيا في حياة الأجيال القادمة بالرغم من كل التحديات التي تواجهونها. فشكرا لكم من القلب، وجزاكم الله عنا كل خير. واسمحوا لي باسمي وباسمكم جميعا أن أتقدم بوافر الشكر وعظيم الامتنان إلى أسرنا وأهالينا، فنحن ممتنون للغاية لكل جهودكم القيمة والمستمرة في تقديم النعم النفسي والمعنوي والمادي، فمن خلالكم نشعر بأننا لسنا وحدنا، بل نحن جزء من عائلة محبة ومترابطة تدعمنا وتساندنا. ونعدكم بأن نستمر في بذل قصارى جهدنا لتحقيق النجاح والتفوق، ونسعى جاهدين لجعلكم فخورين بنا كما نفخر نحن بكم. فشكرا لكم من القلب. وفي ختام هذه الكلمة أتمنى أن تبقى روح التفوق والاستمرار ترافقنا طوال حياتنا، وأن يكون هذا الإنجاز الرائع هو بداية لمستقبل مشرق ومليء بالفرص والإنجازات. زملائي، تذكروا أن التعليم لا ينتهي، وأن العمل الجاد هو المفتاح لتحقيق الأهداف. استمروا بالسعي لتحقيق التميز في كل ما تقومون به، ولا تدعوا أي عوائق تحول دون تحقيق طموحاتكم، فأنتم تستحقون أفضل ما في الحياة، وإمكانياتكم لا حدود لها. وفي نهاية المطاف شكرا لكم جميعا على هذا اليوم الرائع، ومبارك لكل الطلاب المتفوقين والناجحين، دمتم نجوما مضيئة في سماء التميز والتفوق. أرجو من الله تعالى أن يحفظ أرضنا وشعبنا، وأن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. الوطن يحتاج أبناءه المخلصين، ونحن لها حتى إقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وليكن شعارنا: إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.